بدأت أمانة منطقة الرياض بتعزيز البعد المحلي في مسميات شوارع المدينة عبر عدة مراحل، حيث تستهدف المرحلة الأولى 17 طريقا، وستتدرج المراحل إلى أن تشمل كافة مناطق العاصمة. المزيد مع مراسل الإخبارية في الرياض سهل الغانمي. أهلا بك سهل، مساء الخير. اهلا احمد، مساء الخير. بالفعل وذلك بالفعل تمشيا مع مستهدفات رؤيه المملكه 2030 وتعزيزا للبعد المحلي، اطلقت امانه مدينه الرياض هذه المبادره التي سوف تبدا ب 17 طريقا وعشرة احياء وتركيب تقريبا 209 لوحه وجداريه ووساط الطرق. هذه المبادره التي تاتي ايضا من الموروث الشعبي التي سوف تحتضن العديد من الاسماء المحليه والمتعارفه محليا مثل نجد والتنهات والعذريه والسهباء والمحزم. هذه الاسماء سنجدها قريبا في على مسميات الشوارع وفي اللوحات. بالنسبه فيما يخص اللوحات الجداريه واللوحات على الطرقات والتوجيهات ايضا سوف تحتوي على باركود خاص، هذا الباركود يحتوي على العديد من المعلومات التي تسهل على مرتدي الطرق التنقل وايضا اضفاء معلومات عن كل حي من احياء مدينه الرياض. هذه الخطوة الجديدة التي اتخذتها مدينة الرياض في هذه المبادرة هي تعزيز للمحتوى الرقمي لهذه المدينة والتحول الرقمي الذي تشهده مدينة الرياض. جميل. أبرز يعني الأماكن التي سيشمل هذا التغيير، وسط الرياض، شمال الرياض، هل هناك مراحل أيضا في هذه المسميات سهل؟ نعم أحمد، في المبادرة الأولى سوف يكون شمال وغرب الرياض. بعد 10 أيام من اليوم سوف يتم العمل وتنفيذ هذه اللوحات وتركيبها في شوارع الرياض. هل يعني سهل هناك مشاركة مجتمعية مثلا في تغيير هذه المسميات طرحتها الأمانة لطرح أيضا وجهة نظر الناس فيما يتعلق ببعض المسميات التي يمكن أن يقترحها الناس لإطلاقها؟ لا أملك معلومة دقيقة حيال ذلك، لكن بالتأكيد ربما المجتمع سيكون شريك وستكون لك شراكة مجتمعية أكيد مع من هم من كبار السن والناس الذين يعرفون الموروث الشعبي في الرياض، ستكون لك شراكة معهم ومع أمانة الرياض بالتحديد. جميل. سهل، فيما يتعلق بأبرز الأسامي هذه ذكرت أنت بعض الأسامي، هل بالإمكان أيضا طرح مجموعة الأسامي التي سيتم إطلاقها خلال هذه الأيام؟ بالفعل طبعا هي في المرحلة الأولى 17 طريق من الأمثلة والمسميات التي سوف يتم إدراجها نجد والدهناء المحزم التنهات الوصيل ودخنة ومش مشرفة والعذرية والسبهاء، هذه بعض من الأسماء التي سوف يتم استخدامها خلال الفترة القادمة. جميل. متحدثا عن هذا يعني تغيير المسميات الذي بدأت بها أمانة منطقة الرياض، مراسل الإخبارية من الرياض سهل الغانمي، شكرا جزيلا لك.